السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حباب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني يا احلى اخوات في الدنيا كلها. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ولا من وقفتكم جنبي ولا من دعمكم ليا ولا من الكومنتات الجميلة اللي دايما بتكتبها لي وبتشجعني وبتديني خطوة للامام. يا ريت يا جماعة تدخلوا تشتركوا عندي في القناة، قناة يوميات ام نيلي، وتعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من قناة يوميات ام نيلي. بحبكم يا احلى اخوات في الدنيا كلها. النهاردة الفيديو بتاعنا مختلف شوية، دي تجربتي في قطر أسوان، قطر الصعيد من القاهرة أسوان، قطر 2010. طبعا ما يرضيش ربنا اللي حصل ان ما فيش مية موجودة في القطر من المنيا لغاية أسوان، ولازم نعدي كذا عربية عشان نعرف ندخل الحمام، وانا معايا اطفال صغيرة طبعا اللي متابعني عارف، وكنت عاملة عملية فالموضوع تعب، وانا مصورة كل حاجة بس طبعا مش بعرف اتكلم كويس عشان طبعا تعرفين التصوير وكده. فدلوقتي هتشوفوا بعينيكوا انا بناشد السادة المسؤولين وبناشد سكك حديد مصر ان الكلام ده ما ينفعش، لازم قبل ما القطر يخرج من المحطة يكون معمول عليه متشيك عليه كله، في مية، التكييف بايظ يتصلح، النظافة، في كذا حاجة. طبعا التذاكر غليت جدا ومش غليت 10 ولا 20، الاول كانت ب67 جنيه، دلوقتي بقت ب125 جنيه، ويحطوا لك كمامة ب5 جنيه، يعني 130 جنيه التذكرة. فلازم نراعي ربنا في شغلنا وفي عملنا، وانا عاملة تسجيل لعمال النظافة لو حابين تسمعوا التسجيل برضو مش مبينة وشهم لان ما ينفعش كنت اصورهم، كنت بخبي الموبايل عشان اعرف اصور. لا قولوا لي، اكتبوا لي في الكومنتات وانا انزل لكم التسجيلات بالله معايا. انا دلوقتي مصوره فيديو ان كذا عربيه هنمشي فيها انا وبنت الصغيره عايزه تدخل الحمام ومفيش ميه. انا عايزه ارفع الفيديو ده يا رب يوصل لاكبر عدد من الناس عشان خاطر كله يعرف الاهمال في القطارات اللي بتحصل، فما ينفعش وما يرضيش ربنا. ويا ريت صوتي والفيديو ده يوصل للرئيس السيسي، ربنا يخليه لنا وما يحرمناش منه ويجعله تاج على راسنا. ما ينفعش الاهمال ده والتسيب ده. انا خلاص وصلت، فانا بتكلم عموما لاي حد مسافر، ما ينفعش السفر ده بيبقى بهدله كذا ساعه في القطر، فلازم يبقى في ميه في القطر عشان الحمام، ولازم يبقى في نظافه، ولازم يبقى التكييف شغال مش عطلان. طبعا في عربيات كانت عطلانه فيها التكييفات، وفي عربيات ما فيهاش ميه خالص زي العربيه بتاعتنا، فده ما ينفع ما يرضيش ربنا. دلوقتي هتشوفوا الفيديو وتحكموا بنفسكم ان الفيديو مش مفبرك، وماشيين كذا عربيه انا وبنتي فعلا عشان نلاقي ميه. واتمنى تقولوا رايكم بصراحه، ويا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. بحبكم يا احلى اخوات في الدنيا كلها، ويا ريت ما تتخطوش الاعلان يا حبايب قلبي. ورجعت لكم يا حبايب قلبي، وده قطر 2010 قايم من القاهره اسوان، قايم من 10 الصبح. طبعا تاخير، التاخير ده هنقول دي حاجه بتاعت ربنا، ده سهيل، اهم حاجه نوصل بالسلام. لكن اللي ما يرضيش ربنا حكايه الميه، انا مبلغه ان الميه مش موجوده في الحمام من المنيا، قال لي في اسيوط هبلغ وهتيجي، استنيت اسيوط، في الاقصر هبلغ وهتيجي، استنيت الاقصر، وانا هنزل اسوان اخر الخط ومعايا 3 اطفال، وانا كنت الاول بدخل عيالي الحمام جنبي في اخر العربيه بقول لهم يروحوا، انا عامله عمليه مش هقدر افضل راحه وجايه مع العيال. الميه قطعه في عربيه رقم 10، دلوقتي هوريك اهو عربيه رقم 10 مفيش ميه فيها، ادي عربيه رقم 10، وهنمشي مع بعض وهنشوف بقيه العربيات كلها ما فيهاش ميه لغايه كام عربيه هنعديها عشان نلاقي ميه، وازاي عيالي هيروحوا المسافه دي كلها لوحدهم والقطر ماشي والبيبان مفتحه، غير لو انا قمت ورحت معاهم. كل مره عيل عايز يروح الحمام ادخل وراه اروح معاه، قصدي المسافه دي كلها والقطر ماشي، ده ما يرضيش ربنا وما يرضيش حد. زي ما الكمساري واي حد بيجي يقول التذاكر ويقطع غرامات وحاجات، لازم نلتزم برضو بالحاجات اللي ورانا. قطر ما فيهوش ميه او فيه عطل ما كانش طلع من مكانه، كان طلع قطر بداله، فيا ريت نراعي ربنا. حرام حرام يا جماعه، انا مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. دلوقتي هنشوف مع بعض، همشي انا مش هتكلم عشان طبعا في السكه مش هينفع، انا هصور بس عشان الناس اللي هتقول لا انا بفتري او ان انا بكذب، هصور كام عربيه مش هنلاقي فيهم ميه، وبعد كده لكم الحكم انتوا. وانا بناشد المسؤولين وبتوع سكك حديد مصر، وبناشد الرئيس السيسي ربنا يخليه لينا ويجعله تاج على راسنا، وهو اللي هينهض بمصر ان شاء الله، بس لما كل واحد يبقى ايده في ايد التاني وقلبه على قلب التاني عشان نخلي مصر حاجه تانيه وفي حته تانيه. دلوقتي اهوت عربيه 10 ما فيهاش ميه اهي، هوريكم بقى العربيات بس مش
انا هصور بس مش هتكلم. كل حمام هندخل فيه ادي تاني عربيه يا حبايبي اهو مفيش ميه والاكره مخلوعه انا مسكتها قبل كده صحراء انجر دائم مفيهاش اي حاجه هكمل تصوير وشوفه عشان انا ما بتبلش على حد ده ما يرضيش ربنا ازاي بنتي او ابني يمشوه والقطر ماشي ما ينفعش هو الراجل قال ما فيش ميه برضو اهو دم حضراتكم شوفوا قد ايه ماشيين عشان نلاقي ميه نعمل ندخل بنت الحمام ما فيش ميه هنكمل بقيه التصوير بس مش هينفع ان انا اتكلم غير في الحمامات عشان ما طبعا ما حدش يزعق او حد يتكلم يعني حد جوه؟ معلش أول حمام فيه مية في القطر 2010 غير العربيات اللي قدام كمان بقى كان في واحد بيزعق ان مفيش ميه عربيه واحد واتنين قدام ده يرضي ربنا طبعا ده منظر الحمام يعني حاجه ايه المنظر ده منظر الحمام ادي الميه بعد قد ايه شايفين مشيت كام عربيه انا وبنتي الصغيره عشان خاطر تدخل الحمام ونلاقي ميه قدامكم كل حاجه عشان ما تقولوش ان انا بفبرك ولا انا بتحاز او كده حرام ما يرضيش حد ما يرضيش ربنا ان انا كل لما عيل من عيل عايز يدخل حمام او انا عايز ادخل حمام وانا عامله عمليه امشي كل العربيات دي عشان الاقي ميه ومبلغه من المنيا اللي ما فيش ميه زي ما ان هم عايزين تذاكرهم وغلطوا التذاكر علينا احنا كمان عايزين حقنا انا بطالب المسؤولين ان ده ما يرضيش ربنا ليا او لغيري ان انا مش انا كل يوم راكبه القطر كل يوم الاف المصريين بتركب قطارات لازم يبقى في ضمير وفي نخاف من ربنا وقلبنا على قلب بعض وايدينا في ايد بعض عشان ننهض بالبلد دي ما ينفعش يا جماعه الكلام ده ما ينفعش كده مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل
ما ينفعش، وبناشد المسؤولين حد يتصرف. ما ينفعش يا جماعه اللي بيحصل ده، ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ان اطفال تمشي كل دي مسافه، وانا وريتها لكم وما فصلتش التليفون عشان تصدقوا ان مفيش ميه في الحمامات. حرام حرام حرام. وانا اسفه لو كنت ازعجتكم او وريتكم فيها مناظر ما كنتش عايزه اوريها لكم طبعا عشان ما ينفعش. ويا ريت تدعموني وتشتركوا عندي في القناه، واللي ما اشتركش يا ريت تشتركوا في زر الجرس في قناه يوميات ام منيلي. بحبك يا احلى اخوات في الدنيا كلها. ويا ريت، انا اسفه لو طولت عليكم او ضايقتكم او ازعجتكم، بس دي حاجه يعني انا ساكت عن الحق شيطان اخرس، فانا ما رضيتش اشوف ده قدامي وان انا ما اعملش حاجه. يعني اللي في ايدي انا عملته، ان انا صورت لكم الواقع، والباقي على ربنا وعلى ايد المسؤولين وعلى ايد الرئيس ان هم يحاولوا يغيروا من اللي بيحصل في سكك حديد مصر. دي مهزله فضيحه. واشوف وشكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.